معك بالأسف في كنتبعوا في كثير من المواقع وفي كثير من المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية تقييمات متطرفة. هناك من يقول أن المنظومة التربوية حققت أسماء ما كنا ننتظر وربما حققنا أكثر من المنتظر، وهو التصريح اللي شفناه عند السيد رئيس الحكومة في تقديم نصف الولاية الحكومية. وهناك من يقول إن المنظومة التربوية المغربية تسير إلى هاوية وأنه لم يتحقق شيء. عندما نعرف الأسباب يمكننا أن نتدخل لمعالجة هذه الأمراض التي موجودة في المنظومة التربوية، وبالتالي يمكن أن نحسن مستوانا في التقييمات الدولية أيضا، لأن من الأهداف التي جاءت أيضا في البرنامج الحكومي ومن الالتزامات العشر أن المغرب ينبغي أن يكون مرتبا ضمن 60 دولة الأوائل في المنظومة التربوية. متابعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والذي نناقش فيه موضوع التعليم إلى أين. هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة لقاءات تناقش مواضيع تتعلق بالمنظومة التربوية في المغرب، وننظمها بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط، والذي يحضرنا معه رئيسه السيد خالد الصمدي وزير سابق أستاذ التعليم العالي، وأيضا بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والذي يحضر معها رئيسها الأستاذ عبد الناصر ناجي. في هذه الحلقة سوف نناقش محور يتعلق بتقييم المنظومة التربوية ونجاعتها، سواء تعلق الأمر بتقييم مؤسساتي أو المردودية المنظومة أو من حيث الحكامة الإدارة التربوية، أيضا تقييم الإصلاح. سي عبد الناصر، موضوع ديال التقييم، واش فعلا عندنا منظومة ديال التقييم في المنظومة التربوية؟ والجواب المباشر هو لا، نتوفر على منظومة للتقييم. كيف يتم تقييم المنظومة؟ تقييم المنظومة طبعا عندما إذا رجعنا إلى الإصلاحات السابقة نجد بأن الميثاق الوطني نص على تقييم المنظومة التربوية، ثم جاءت الرؤية الاستراتيجية نصت كذلك على تقييم المنظومة التربوية، ولكن الجديد اليوم هو أن لدينا قانون ينظم هذه العملية، وهو القانون الإطار في المادة 53 ينص على ضرورة أن تكون هناك منظومة لتقييم أو نظام لتقييم المنظومة التربوية بجميع مكوناتها. وهذا التقييم ينقسم إلى شقين: تقييم داخلي يمكن أن تقوم به السلطات الحكومية المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية يمكن أن تقوم بتقييم قطاع التربية الوطنية، ويمكن التعليم العالي كذلك أن يقوم بتقييم قطاع التعليم العالي، ثم تقييم خارجي تقوم به جهة خارجية وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حتى نضمن نوع من المصداقية لهذه التقييم ونوع من الموضوعية، لأن الذي يقوم بالتقييم الداخلي شئنا أم أبينا لابد أن تدخل فيه نوع من الذاتية، ولكن عندما يكون تقييم خارجي تكون هناك موضوعية. ولكن هذا التقييم ينبغي أن تكون لديه شروط، ينبغي أن تتوفر. الشرط الأول، ينبغي أن تكون لدينا مرجعية للتقييم، وهذه المرجعية حددها القانون الإطار عندما نص على إطار مرجعي لتقييم للجودة، إطار مرجعي للجودة. وهذا الإطار المرجعي للجودة تنبثق عليه دلائل مرجعية لمعايير الجودة في التعليم، وهذه الدلائل هي التي من خلالها يمكن أن نقوم بتقييم المنظومة التربوية. ولكن هذه الدلائل لحد الآن لم تصدر، وبالتالي لا يمكن أن نقوم بتقييم هذه المنظومة التربوية. المفروض أن تصدر بالشكل الذي يعني ترتضيه الجهات التي ستقوم بهذه العملية، ولكن أنا من وجهة نظري أعتقد بأنه بما أن القانون الإطار يتحدث عن تقييم خارجي، وبما أن سواء التقييم الداخلي أو التقييم الخارجي ينبغي أن يخضع لنفس مرجعية التقييم، أعتقد بأن مرجعية التقييم ينبغي أن تسهر عليها جهة خارجية، وهنا يمكن أن يتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين العلمي، يمكن أن يقوم بتحديد هذه الدلائل المرجعية للجودة.
سي صمدي، يعني موضوع التقييم منظومه التربوي موضوع يكتسي اهميه بالغه. سي عبد الناصر يقول ما عندناش حاليا يعني منظومه ديال التقييم، يعني كيفاش ممكن ان نسيروا بعيد يعني في الاصلاح ديال التعليم بدون ان تكون لدينا منظومه ديال التقييم؟ و في الحقيقه مقتضيات القانون الاطار 51/17 الرؤيه فيها واضحه لارساء تقييم مؤسساتي يؤدي بالفعل. قبل ما كانش عندنا منظومه، لا ما كانش، ما كانش عندنا، يعني كنتكلم على منظومه مؤطره بقانون، واحد مجموعه من الاليات ديال التقييم تشتغل، تبغي تشتغل يمكن ما تشتغلش، نتائجها تعتمد لا تعتمد، هذا شيء. ولكن المؤسسة، نتحدث عن المؤسسة، وحينما تحدث عن المؤسسة نتحدث عن ثلاث مصطلحات كبرى في تقديري. أولا تخطيط، لأنه يمكنش نمشي لعملية تقييم إلا ما كانش تخطيط. تخطيط مضبوط وعارفين بالضبط فين غادي نوصلوا، هناك مؤشرات مضبوطة محددة، الهدر الدراسي خصو يكون في واحد المستوى معين، تعميم التدرس واحد مستوى معين، الكفايات الدنيا التي ينبغي ان يتوفر عليها التلاميذ في واحد مستوى معين، الكفايات اللغويه، الكفايات التواصليه، الكفايات المنهجيه، الكفايات المعرفيه الى غير ذلك. هذه واحد مجموعه من الاشياء التي نخطط لها في المنهج. وعلاش بالضبط حنا عندنا، وهذه النقطه الثانيه اللي بغيت ناكد عليها، عندنا واحد مجموعه من المؤسسات، يعني عندنا التخطيط وعندنا مجموعه من المؤسسات التي تقوم بعمليه التنزيل والتنفيذ. والمؤسسه كنتكلم على اللجنه الدائمه للبرامج والمناهج، كنتكلم على لجنه تنسيق وتتبع تنزيل الاصلاح التي راسها رئيس الحكومه، كنتكلم على المجلس الوطني للبحث العلمي، كنتكلم على اللجنه الوطنيه للتقييم التابعه للمجلس الاعلى للتربيه والتكوين و البحث العلمي، كنتكلم على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي اللي هي موجودة وهي مؤسسة عمومية وتشتغل. هذه الآليات ديال التقييم كنتكلموا على المؤسسة، بعضها اللي كان في السابق قائم بحال لانياك، على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي مشتغلة، بحال المركز ديال التقييم والامتحانات التابع لوزاره التربيه الوطنيه مشتغل، ولكن الاليات ديال الحكامه الحقيقيه اللي جا بها القانون لازالت مجمده لحد الساعه. تكلمت على اللجنه التي راسها السيد رئيس الحكومه اللي من المفروض ان تعقد على الاقل ثلاث اجتماعات في السنه لتقييم مدى التقدم في تطبيق الاصلاح. وفي الوقت اللي ما كيكونش عندنا التقييم المرحلي احيانا كندير واحد التقييم ولكن كيكون متاخر، وبالتالي نحتاج الى ان نعيد النظر ربما في المسلمات الاولى. اليوم علاش كاين تاخير في صدور هذا لحد الساعه؟ ما عندناش جواب، ما عندناش جواب مع كامل الاسف، لانه الى تكلمت على هذه الاليات هذه كلها، اليات ديال الحكامه والتخطيط والتدبير والتقييم المرحلي، من المفروض على انه كل النصوص التطبيقيه ذات الصله بها تخرج الى حيز الوجود بعد صدور القانون، بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الاطار، يعني تنتكلموا على 2019 2022، المفروض هذا هو. بمعنى يمكن نقولوا قبل ما كانش عندنا مرجعيه قانونيه، اليوم عندنا مرجعيه قانونيه، والمفروض على انه هي التي تشكل بغيتي تقول المرجعيه ديال التقييم. انا بالنسبه لي مثلا تنقول تقييم تقدم قطاع حكومي معين أو حكومة معينة في ورش الإصلاح، من بين مؤشراته الأساسية عدد النصوص القانونية التي صدرت في شكل مراسيم، في شكل قوانين إلى غير ذلك. مثلا السنة، عفوا الأسبوع الفايت، خرج المرسوم ديال إعادة هيكلة المركز الوطني للتخطيط للتوجيه والتخطيط، هكذا بشكل مفاجئ، ماشي ضمن سياق مخطط تشريعي متكامل نقولوا فيه بالضبط هذه المؤسسة ضمن أي سياق تم إخراج هذا النص. أحيانا تخرج نصوص هكذا ليس ضمن سياق معين، هذا في حد ذاته نوع من التقييم. هناك
تأخر كبير جدا في صدور هاد النصوص التنظيمية، وبالتالي في تعطيل هذه المؤسسات اللي هي من المفروض أنها تشكل آلية ديال المؤسسة والحكمة، ومن بين مهامها الأساسية عملية التقييم وفق دلائل الجودة اللي كيتكلم عليها الأستاذ نجي، لأنه الجودة والإنصاف هذا شعار رفعته الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، واعتبروا على أنه الرهان الحقيقي بعد ما يمكن كسبنا جزئيا رهان الكم خصنا نمشيو للرهان الكيف. مع كامل الأسف كنتبعوا في كثير من المواقع وفي كثير من المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية تقييمات متطرفة، هناك من يقول أن المنظومة التربوية حققت أسماء ما كنا ننتظر، وربما حققنا أكثر من المنتظر، وهو التصريح اللي شفناه عند السيد رئيس الحكومة في تقديم نصف الولاية الحكومية. وهناك من يقول إن المنظومة التربوية المغربية تسير إلى هاوية، أنه لم يتحقق شيء، وبين هذا وذاك يضيع التقييم الحقيقي، والسبب هو عدم تفعيل المؤسسات وعدم تفعيل الوثائق المرجعية للتقييم، الدلائل المرجعية للجودة اللي تكلم عليها الأستاذ. من المفروض أن الوزارة توجدها عن طريق اللجنة وترسلها للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يصادق عليها، تنشرها في الجريدة الرسمية، ثم آنذاك نقول الدلائل هي هذه، الإمكانات ديالنا هي هذه، الآليات ديال الاشتغال ها هي، ها فين وصلنا، ما نخافوش من عملية التقييم. ولكن حينما تعطل هذه الأدوات لا على مستوى المرجعيات ولا على مستوى الآليات ديال التقييم، كل يقول ما شاء أن يقول في عملية التقييم، وتبقى الصورة الضبابية دائما هي الصورة التي تطغى معك للأسف. أستاذ نجي، يعني الإطار القانوني ديال التقييم يعني هو كاين، ولكن التطبيق دياله غير موجود، لأن النصوص التنظيمية لم تصدر. اليوم إلا بغينا نعتمد واحد التقييم موضوعي، على أي أساس ممكن نستاندو باش نديرو تقييم لهذا الشيء اللي كاين حاليا ولهذ السنوات منذ اعتماد القانون الإطار، منذ الشروع في تطبيق يعني خارطة الطريق؟ هو من الصعب أن نقوم بتقييم موضوعي في غياب المرجعيات، لم تكن لدينا مرجعيات معايير واضحة متفق عليها، لأن في النهاية التقييم يعني الجميع، وهذا التقييم الذي يعني الجميع لا يمكن أن جميع الأطراف أن تكون راضية بهذا التقييم إلا إذا اتفقت على نقطة الانطلاق، ونقطة الانطلاق هي هذه المرجعيات، هي هذه المعايير الموحدة. في غياب هذه المعايير سنبقى وستبقى المنظومة التربوية رهينة بتقييمات دولية مرتبطة بمعيار واحد، وهذا المعيار هو التحصيل الدراسي، لأن مشاركة المغرب في التقييمات الدولية تتم عبر هذه التقييمات التي تقيس مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. عندنا حاليا هو التقييمات الدولية هي اللي ممكن نعتمد عليها حاليا، هي الموجودة حتى التقييم الوطني، البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الذي آخر تقييم تم سنة 2019، واليوم بعد 5 سنوات لم يتم استمرار في هذا التقييم، وحسب آخر الأخبار التي سمعنا أن هذا التقييم سيتم سنة 2026، يعني بعد 7 سنوات من التقييم الذي تم سنة 2019. وهذه هو كبيرة في مجال التقييم، هي غير مفهومة لا نفهم، خاصة وأن البرنامج الحكومي نص على مسألة جيدة، قال أن التحصيل الدراسي ينبغي أن يتم تقييمه سنويا من طرف هيئة خارجية، بل نص على هذه الهيئة هي الهيئة الوطنية للتقييم، قال أن هذه الهيئة الوطنية بما أنها تتمتع باستقلالية وبموضوعية في التقييم ولديها خبرة مكتسبة منذ سنوات فأعطاها هذه المهمة. والسؤال المطروح اليوم، لماذا لم نطبق هذا المقتضى الموجود في البرنامج الحكومي، خاصة أنه من المقتضيات الجيدة؟ صحيح أنني سبق أن انتقدت مسألة أن يكون تقييم سنوي لأن الإمكانات لا تسمح بأن يكون هناك تقييم سنوي، ولكن على الأقل يجب أن نقوم بهذا التقييم، كان على الأقل نستمر في البرنامج الوطني للتقييم. إذن هذه المسألة، مسألة التحصيل الدراسي، هي التي تبقى المعيار.
لا أقول أنا أن هذا معيار غير سليم، هو معيار سليم، ولكن المشكل فيه هو أننا لا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التحصيل الدراسي المتدني، لأن الميزة الأساسية في التقييم هو أنه لا ينصب فقط على النتائج، وإنما يذهب إلى الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. وعندما نعرف الأسباب يمكننا أن نتدخل لمعالجة هذه الأمراض التي موجودة في المنظومة التربوية، وبالتالي يمكن أن نحسن مستوانا في التقييمات الدولية أيضا، لأن من الأهداف التي جاءت أيضا في البرنامج الحكومي ومن التزامات العشر أن المغرب ينبغي أن يكون مرتبا ضمن 60 دولة الأوائل في المنظومة التربوية. وبغض النظر عن عدم وجود هذا الترتيب على المستوى الدولي، من معرفتي المتواضعة أنه لا يوجد ترتيب دولي للدول في مجال المنظومة التربوية باستثناء تقييم دافوس الذي يكون هو تقييم في يهم مجالات اقتصادية، ولكن داخل هذه المجالات الاقتصادية يخصص مؤشرات للتعليم، لا توجد يعني تصنيفات دولية في المنظومة التربوية. ولكن يمكن أن نتوقع أن الحكومة تتحدث عن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية لأنه هو الأقرب في هذا الإطار، ولكن ترتيبنا اليوم هو 120 وليس 60. ما الذي سنفعله لكي نصل إلى هذه الرتبة؟ طبعا هذا يقتضي بالإضافة إلى وضع منظومة للإصلاح قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود، أن تكون لدينا منظومة للتقييم لنعرف أين نحن الآن، ولكي نحسن من وضعيتنا في المستقبل. بقيت لنا يعني بضع دقائق على انتهاء هذا النقاش حول هذا المحور. يعني كنتكلموا على المنظومة التربوية، كنتكلموا بشقين، يعني فيها القطاع العمومي وفيها القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص ينمو يعني بشكل كبير، عندنا تقريبا اكثر من مليون يعني تلميذ اللي فيه. هناك يعني دعم وتشجيع لهذا القطاع اللي كيتوسع خاصه في المدن الكبرى. هل لدينا اي تقييم لهذا التعليم الخاص يعني في المغرب والاداء ديالو ومساهمته في المنظومه التربويه؟ يعني أعبر عن النوع من الثقة والإطمئنان إلى المدرسة العمومية، لأنني كنت في نهاية الأسبوع بمنطقة أغبالو بستي فاطمة نواحي الحوز بمراكش، وهي من المناطق التي يوجد بها مركب تربوي لمدرسة عمومية شرف عليها جمعية من الجمعيات وتنسق مع القطاعات كلها المعنية، وتحاورت مع تلامذ وتلميذات ديال الإعدادي في مستوى رائع جدا، لا على مستوى التواصل ولا على مستوى الشجاعة الأدبية ولا على مستوى، وهي داخلية هاد المؤسسة، وبالتالي تضافرت كل جهود باش تكون هذه المؤسسة في هذه المنطقة النائية يعني بهذا المستوى من النجاح. وبالمناسبة كنوجه تحية للقائمين على هذه المؤسسة اللي منها كينجحوا تلامذ وتلميذات في المدارس العليا وفي كليات الطب وفي غيرها، بنات ديال البادية. علاش جبت هذا المثال؟ لأنه هناك الآن واحد المفارقة كبيرة جدا في النظرة الإيجابية إلى التعليم الخاص، والانتقاص ربما من حضور مجموعة من النماذج الناجحة في مؤسسات التعليم العمومي. فهذا أنا بالنسبة لي هذا مؤشر جيد اللي استخلصت منه واحد النتيجة، أنه كلما توفرت يعني النيات الحسنة وتضافرت جهود كل القطاعات المعنية في احتضان عش المدرسة، سواء كانت مدرسة عمومية أو كانت مدرسة خصوصية، إلا وكانت النتائج يعني مطمئنة ومرجوة. لكن هذا لا ينفي وجود أيضا إكراهات كبيرة جدا تعاني منها مجموعة من المؤسسات، خاصة في الأوساط الشبه حضرية وفي العالم القروي على وجه التحديد، أنه العالم القروي
بحيث أنه يمكن لي نقول أن الحد الأدنى من شروط حكامة منظومة تربوية تتضافر فيها جهود الأطراف المتدخلة كلها ربما لا تتوفر. بالتالي عملية التقييم خاصة في المستويات الإجهادية ما كيكونش فيها نوع من تكافؤ الفرص، ولذلك رفعنا شعار تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية المغربية. جوابا على سؤالك حول مؤسسات التعليم الخصوصي، القانون يتحدث عن شيء سماه الإطار الوطني الإطار تعاقدي استراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص. هاد المفروض أن هذه الوثيقة يتم الاشتغال عليها على مستوى رئاسة الحكومة. لماذا؟ لأنه فيها قطاعات حكومية مختلفة، كتتكلم على النقل المدرسي، كتتكلم على الداخلية، كتتكلم على الصحة، كتتكلم قطاعات كثيرة ومتعددة، وبالتالي يمكن يكون عندها على المستوى المركزي، مستوى الوطن يعني مستوى الدولة، وعلى المستوى الجهوي على مستوى الجهات كلها تكون أيضا تعاقدات استراتيجية مع القطاع الخاص. وبالتالي في هذه الحالة المفروض أنه يكون واحد نوع من تقارب بين القطاع العام والقطاع الخاص، نرفعوا من الجودة ديال القطاع العام وفي نفس الوقت نضبطوا القطاع الخاص حتى يؤدي دوره بالشكل المطلوب. وفي هذا السياق هذا أنا على كل حال أشير فقط إلى أنني كنت قد أشرفت في مهمتي السابقة كمستشار رئيس الحكومة مكلف بقطب التربية والتكوين والبحث العلمي 3 أو 4 ديال الاجتماعات من أجل الوصول إلى هذا الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل، مع كم للأسف المشروع لم يستمر بالشكل المطلوب، وكان سينتهي إلى نموذج ثالث يمكن شي حلقة نفصلوا فيه اللي هو المؤسسات الشريكة، يعني ما هي قطاع عام ما هي قطاع خاص. وأنا أعتقد أن هذا النموذج الثالث اللي هو النموذج الشريك يمكن أن يكون بديلا للجودة في المنظومة التربوية المغربية، بما يضمن نوعا من التقارب والتكامل بين المجهودات التي تبذلها الدولة على مستوى مدارس العمومية أو المسؤولية ديالها على مستوى تدبير القطاع الخاص. سي النجي، عندك شيء إضافة في هذا المجال قبل نختم هذه الحلقة؟ إضافة بسيطة تتعلق بمراقبة التعليم الخاص. التعليم الخاص ينبغي أن يخضع لمراقبة من طرف وزارة القطاعات المعنية، وأن يمتثل هو أيضا للدلائل المرجعية للجودة، لأن الدلائل المرجعية للجودة حددها القانون الإطار لتشمل القطاع العمومي والقطاع الخاص. بالتالي ينبغي لهذه المؤسسات الخصوصية أن يتم تقييمها بالاستناد إلى هذه الدلائل المرجعية التي نتمنى أن تصدر قريبا.